بسم الله الرحمن الرحيم. مش هقدر اقول نادي الزمالك خسر قدام طلاع الجيش بسبب التفوق التكتيكي للعيبة طلاع الجيش او الكوارث الفنية اللي عملها كارتيرون. الشوط التاني اللي اتفرج على المباراة اي فريق سواء كان طلاع الجيش او اي فريق غير طلاع الجيش كان يقدر يكسب لعيبة نادي الزمالك اللي لبسوا التيشيرت بتاعه في الشوط ده باي نتيجة هما عايزينها بعد اداء مخزي وسيء للغاية بدون روح من لعيبة نادي الزمالك بالكامل ما عدا مصطفى محمد ولحد ما بن شرقي. دول ربما ممكن ناس تسنيهم شوية في مسألة الروح، لكن بقية اللعيبة بصراحة شفت واحدة من أسوأ من أسوأ الأشواط اللي ممكن نشوف عليها مجموعة من اللعيبة بترتدي قميص نادي الزمالك. الأمر اللي خلى نادي طلاع الجيش يقدر ان هو ينهي المباراة بثلاث أهداف وكمان مضيع بنالتي وكمان كان عنده فرص كتيرة كان ممكن يستغلها لخلق انفرادات بالمرمى. ايه الشكل ده؟ ايه الشكل المزري ده حصل ليه؟ تعالوا ببساطة بس نشرح الشكل اللي حصل في الشوط الثاني ما بين نادي الزمالك ونادي طلاع الجيش. بعد شوط اول كان طلاع الجيش طبعا تقدم فيه بنتيجة 2-1 وكان برضو خلاف الهدفين اللي احرزهم كان فيه فرص اخرى ضيعها. لكن الشوط الثاني بصراحة كان في حاجة تحس لعيبة نادي الزمالك عاملة كده واقفين، محدش بيتحرك، محدش بيجري. تخيلوا مثلا إذا افترضنا، أنا عايز أتكلم على الجزء الدفاعي، لعيبة نادي الزمالك هم اللي احنا حاطين لهم الباتنز الزرقاء. تخيل دي المساحات ما بين لعيبة نادي الزمالك في الشكل الدفاعي، في الشكل الدفاعي لنادي الزمالك كنا بنشوف كريم طارق اللي كان عنده حرية واضحة جدا في الحركة في قلب الملعب. دي الفجوة اللي كان المساحة اللي بيلعب فيها ما بين فرجاني وبين طارق حامد، مفيش حد بيضغط. طبعا عارفين محمد عبد السلام النهاردة أول مرة يلعب كباك يمين وده مش مكانه وسيء جدا وما بيضغط. لكن الفكرة انت مواقف كتيرة كانت مع كريم طارق لما كان بيتطرف مع مهند لاشين انت بتضغطش، انت عملت حلق، انت عملت قرب من لعيب وسايب فجوه ما بينك وما بينه، وبالتالي لعيب طلع الجيش يكون معاه الكوره بيعمل بيها اللي هو عايزه وانت واقف هنا اهو ما بتحركش. الجول الثالث مش قادر تمد رجلك، مد رجلك. ما اقدرش هنا اتكلم اقول ان كارتيرون عنده مشكله. محمد عبد السلام اوكي ده مش مركزك، مش مختلفين على اي حاجه، لكن ايه اللي يمنع ان انت ولعيب نادي طلع الجيش بيعمل الكروس لاحمد سمير ان انت تحط رجلك تمنع بس الكروس انه يتلعب؟ طب بلاش دي، الكرة اتلعبت، السويرف اتعمل خلاص وبدأ اللعيبة تخش ليه داخل منطقة الجزاء عشان تستنى الكرة العرضية. طبعا محمد عبد الشافي كعادته العادة اللي انا دايما كنت بنتقد فيها محمد عبد الشافي من ايام هيكتور كوبرا، نفتكر حتى مباراة غانا اللي كسبناها هنا 2-0 الغلطة دايما محمد عبد الشافي بيعملها انه بيضم قوي، بيضم جدا اللي جوه، بينسى نفسه، بيخش يقف جنب زميله المساك وبيسيب المساحه دي فاضيه تماما لدرجه خلت احمد سمير اللاعب اللي هو لحد ما تقدرش تقول عليه ان هو لعيب هيدر، هو مش مصطفى محمد عشان يعمل التيك اوف. احمد سمير بيجيب جون بالهيد من هنا من تقريبا المنطقه دي، وطبعا كان خلاص محمد عواد اتثبت. ده بس بسبب ايه تاني؟ محمد عبد الشافي مش واخد باله منه، سايبه خالص. لكن لو انت قريب منه هتقدر ان انت تمنع الكره العرضيه انها توصل او حتى تضايقه وهو بيلعب الضربه الراسيه. كلها تصرفات فرديه من لاعبين. طارق حامد واحد من افضل لاعبي نادي الزمالك وفرجاني ساسي، المساحات ما بينهم كانت شاسعه لدرجه كبيره مخليه نادي طلع الجيش مستحوذ على الكره الثانيه في نص الملعب. اي كره ثانيه كانت بتنزل في المنطقه اللي قدام منطقه جزاء نادي الزمالك كنا دايما بنلاقي فيه لاعب واتنين من لعيبه طلع الجيش، هم بيلعبوش زياده، هي الفكره ان هم منتشرين بشكل افضل. نادي الزمالك في الشوط الثاني اسوأ انتشار ممكن، ونجم في حته، بن شرقي في حته، اوباما في حته، هو الوحيد بصراحه اللي كان عنده بعض الروح مصطفى محمد، عشان كده انا ما بلوموش على الفرديه في ادائه في حته انه كان يستلم الكوره ويخش ويحاول يشوط، او حتى لما كان بن شرقي طالع له من الجبهه اليسرى وفضل ان هو يسدد. طبيعي ان في وسط كل هذا الكم من الاخطاء
اللاعب السيء ان اللاعب يبدا يفكر في التصرف بشكل فردي. لعيبه نادي الزمالك دفاعيا كانت سيئه جدا، المساحات كانت شاسعه، محدش بيضغط، كله بيحلق، كله واقف في حاله انهزاميه صعب جدا ان احنا نشوف عليها فريق كبير زي نادي الزمالك. ما اقدرش اقول ان كارتيرون هو السبب في الشكل ده، لان حاله اللعيبه كانت سيئه جدا. حاله اللعيبه تحس وكانهم يعني فعلا في رجليهم اكياس رمل مش قادرين يتحركوا. الامر اللي خلى نادي زي نادي طلائع الجيش رغم نتائجه السلبيه في طوال الموسم ده قدر ان هو يحقق فوز ويت حتى واحد او اتنين، لا ده بالتلاته، بثلاث اهداف كتير جدا، وكمان مضيع ضربه جزاء نتيجه كبيره جدا خسر نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك انا بحملها المسؤوليه كامله. في الشوط الثاني شوط كان انهزامي، شوط سيء، شوط كل سلبيات الكوره عملوها، وطبيعي كان لازم يطلعوا في النهايه مغلوبين. ده كان تحليل ماتش الزمالك وطلائع الجيش. شكرا جزيلا ليكم، كريم سعيد.